خوف رهبة يعني ما تريد تصير هذا الشيء يعني قد ما تريد تطلع من البرنامج انت عينك على اللقب يعني الكل على اللقب ف شعور ما اتمنى لاي احد. مشروع شيف ان شاء الله همين ما اخذ لهم وابدي منه هذا يكون اساسي وانطلق بيه اطور نفسي وهم ارجع لكم ان شاء الله. نقول استا لا فيستا بالاسباني يعني الى اللقاء مؤقتا. راجعين. والدتي قولها ان شاء الله ان شاء الله عجبك اللي وصلت له. يعني الاطباق حاولت بيها بكل جهدي بس ان شاء الله ما خذلتك وهاي بدايتي ان شاء الله تشوفيني وشايفه التطور اللي صار لي.